وفرنا كل إمكانيات كانت مادية وكانت كذلك معنوية لكل رياضيين، والحمد لله رانا حصلنا على تربص مؤخرا اللي راهم ابتدأ من يوم 7 جويلية على مستوى روسيا، فيه تقريبا 15 دولة راهم يقومون بالتحضيرات. بعد ذلك يوم 18 إن شاء الله سينطلقوا مباشرة إلى طوكيو. إذن كل إمكانيات وفرت. الآن إن شاء الله راح ننتظروا من ملاكمين تشريف الراية الوطنية، وإن شاء الله راح يكون تشريف اللي راح ننتظروه من هذو الملاكمين إن شاء الله اللي راح يؤدوا الواجب تاعهم في طوكيو. ما يخفالكش أن هذه ألعاب أولمبية، ألعاب عالمية، تقدر تحصل المفاجأة كما مع جائحة الكورونا. نقدروا كذلك نتفاجئوا أنه يطيح لنا كش ملاكم مريض، ولكن نحن نتمنى الخير وإن شاء الله راح تكون هناك، نشرفوا إن شاء الله الراية الوطنية.